هذه البولوكات كانت فيها مشكلة، حبيت نعمل فيديو زي لعلها تفيد العباد اللي عندهم نفس المشكلة تاعي أنا، كانت عندهم مشكلة تاعي أنا. إشكاليتي كانت إنه كي نحطها في الشمس مدة زمنية معينة، معناتها نقولو ساعتين ثلاثة سوية كيك في الشمس قوية، نجي نخدمها يدور كونتاكت، الضوء يبدا موجود فيها كل شيء، تحاول تخدم هكا أما ما تخدمش. الإشكالية هذه ما تحصليش في الصبية، تحصليش في الشتاء، تحصلي كان في السخانة مقابل الشمس. دونك برشا قالوا لي مشكلة في البومبيسونس، مشكلة في الضوء، مشكلة في كذا. بديت تبع في الإشكالية وحدي، خذيت هي طلع لي تشيك انجن في التابلو دو بور، خذيت تاع دياغنوستيك كذا، خذيت ماهيش غالية، لازم تاخذون ننصحكم بها. طلعت لي على اساس معناتها اللي في لي كات سيلاندر لو سيركويت في الانجكتور، لي انجكتور في كات انجكتور، معناتها سيركوي ضعيف في لي كات انجكتور، فهمني. بقيت نتبع انا في السيركوي تاع بومبيسونس تاع ليسونس، لقيت انه يخلف البواد فيزيبل، فهمني. فما غولي 410 كنشوف فيه هذاك، هذاك المسؤول باش يعدي ضوء البومبيسونس، يعني حطيتها عاود حطيتها في الشمس مدة معناتها سويعتين كيك ثلاث سويع، ما خدمتش، مسيت انا الغولي هذاك خدمت، عاودتها بالطبيعة الحكاية هذي بليزيوغ فوا، نفس الإشكالية نفس الحكاية، معناتها نحطها في الشمس ما تخدمش، مس الغولي هذاك تعمل تن، معناتها البومبيسونس تولي تخدم. فهمني، دونك الإشكالية هذيك غادي معناتها قبل ما تبدلو بومبيسونس ولا حاجة تنجمو ثبتو في الغولي 410، كتعرف بومبيسونس غالية، بس ثبتو في الغولي 410 ونشوفو نكون فاتكم في الحكاية هذي.